بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في دورة تدريب المدربين TOT. معكم محمد حسنين صالح، المعهد السعودي المتخصص العالي للتدريب. تعتبر دورة تدريب المدربين من الدورات المهمة جدا لمن يعمل في مجال التدريب أو على مشارف البدء في مجال التدريب. محتويات الدورة هنتكلم فيها عن أساسيات التدريب، لازم نعرف إيه هو مفهوم التدريب، طبعا لازم نعرف الفرق بين التدريب والتعلم، ونعرف كمان أهمية التدريب، هنعرف معنى التدريب إيه، أهمية التدريب بشكل عام سواء للمنظمة أو للأفراد، أهداف التدريب، ثم سنتناول تفصيليا بعد ذلك مهارات تدريب المدربين. يبقى في البداية لازم أحط الأساس، لازم المدرب يكون فاهم يعني إيه تدريب، لازم يكون فاهم يعني إيه عملية تدريبية. تمام، نبدأ مع بعض. يعد النشاط التدريب من الأنشطة الأساسية في إدارة الموارد البشرية، وتنفق الدول المتقدمة والمنظمات المختلفة بكافة أشكالها أموالا طائلة لتدريب العاملين، وهذا يؤكد اهتمام تلك الدول بالكوادر البشرية والعملية التدريبية، وذلك بهدف تحسين الأداء وتطوير وسائل العمل سعيا منها نحو مزيد من الكفاءة والفعالية وتحسين الانتاجية. أي مؤسسة يا جماعة بيكون فيها نوعين من الموارد، موارد مادية وموارد بشرية. أنا لو عندي أحدث الآلات والمعدات موجودة عندي في المؤسسة، ليس لها قيمة بدون وجود عنصر بشري مضر. يبقى عملية التدريب عملية أساسية للعنصر البشري. المؤسسات الكبيرة طبعا بتدفع أموال طائلة عشان تدرب العاملين على أحدث الأساليب التدريبية. طب الهدف من التدريب تحسين أداء، تطوير وسائل العمل. طب لما أعمل تحسين أداء واوصل لتطوير وسائل العمل، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في كفاءه وفاعليه وتحسين انتاجيه. دي مقدمه عن نشاط التدريب. مفهوم التدريب، التدريب تغيير للسلوك وتوفير القيم للعاملين ليكونوا قادرين على تاديه الاعمال بطريقه لا يستطيعون تاديتها بدونه، والوصول إلى الأهداف من المرة الأولى وبالجودة المطلوبة واستمرارية العمل. التدريب لازم تغيير للسلوك، التدريب لازم تغيير للسلوك. التعليم لا يشترط في التغيير. يبقى تاني النقطة دي، التعليم لا يشترط في تغيير سلوك الفرد، أما التدريب يشترط تغيير السلوك. قلت في نقطة واحد بعد عملية التدريب، بقيت في النقطة 9، بعديها بقيت في النقطة 10. بمعنى ايه؟ انا لو انا مثلا باخد دورة تدريبية في مهارات العرض والالقاء، انا بدايتي صفر ما بعرفش ادي، المفروض بعد دورة تدريبية مستواي يتحسن. ده اسمه ايه هنا؟ يبقى انا عملت تدريب. عملت ايه يا جماعة؟ تدريب. مفهوم تاني للتدريب، نشاط مستمر لتزويد الفرد بالمهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعله صالحا لمزاولة عمل ما. اللي احنا بنعمله دلوقتي، انا بزودكم بمهارات وخبرات واديكم اتجاهات ايجابية نحو التدريب عشان تقدر تكون مؤهل او صالح لمزاولة مهنة التدريب. يبقى اللي انا بعمله دلوقتي اسمه ايه؟ تدريب. اسمه ايه يا جماعة؟ تدريب. من خلال المفاهيم السابقة ممكن نوضح 3 نقاط. ايه هما 3 نقاط دول؟ ان التدريب عملية مخططة. لما تيجي تدي دورة مثلا تدريبية لازم تخطط ليها. الهدف من تدريب تنمية مهارات وقدرات ومعارف العاملين بالشكل الذي يلبي احتياجات كل من المنظمة والعاملين. لما اجي ادرب ناس في مؤسسة ما،
لازم اعمل قبلها حاجه اسمها احتياجات تدريبيه، اشوفهم هم محتاجين ايه، ادربهم على الحاسب الالي ولا ادربهم مثلا على الاعمال الاداريه، ولا عاوزين مهارات تواصل ولا عاوزين ايه. يبقى لازم التدريب عمليه ايه مخططه. النقطه الثانيه ان التدريب عمليه مستمره. يعد التدريب عمليه ذات طبيعه متصله ومستمره كونها ترتبط بعمليات ايه التغيير. عمليه التدريب لازم تكون مستمره. يعني انا مدرب وباخد دورات تدريبيه في مجالات تاني انمي نفسي، يبقى التدريب عمليه ايه مستمره. التدريب عمليه شامله بمعنى شمولها لكل العاملين في المستويات الاداريه المختلفه داخل المنظمه. اي موظف داخل المؤسسه لازم اعمل له عمليه تدريب بما يتناسب مع احتياجاته التدريبيه، بما يتناسب مع مؤهله الدراسي، بما يتناسب مع خبراته، بما يتناسب مع قدراته ومهاراته الحاليه. يبقى التدريب عمليه مخططه، التدريب عمليه مستمره، التدريب عمليه شامله. اهميه التدريب للمنظمه. انا لما بدرب العاملين يبقى في زياده للانتاجيه والاداء التنظيمي. ايه تاني؟ يؤدي التدريب الى توضيح سياسات العمل المنظمه. انا مثلا جبت الموظفين بشرح لهم اهداف المؤسسه اللي هم شغالين فيها، الرؤيه بتاعه المكان اللي هم شغالين فيه، الرساله، الخطه الاستراتيجيه بتاعه المنظمه. يبقى انا بوضح لهم سياسات العمل ايه للمنظمه. رقم ثلاثة، يؤدي لترشيد القرارات الإدارية وتطوير أساليب وأسس ومهارات القيادة الإدارية. أنا ممكن مثلا أعمل برنامج تدريبي للعاملين في الإدارة الوسطى على أنواع القيادة ومهارات القيادة، عشان في يوم من الأيام اللي شغالين في الإدارة الوسطى هيصبحوا إيه في الإدارة إيه الإدارة العليا. دي أهمية التدريب. رقم أربعة، يؤدي التدريب الى تنشيط الابداع والابتكار. دايما الانسان الواحد لما بياخد دوره تدريبيه بيحاول يستفيد منها، بيشوف الافكار الجديده اللي موجوده في البرنامج التدريبي واحاول استفيد منها، احاول ابتكر في عمليه التدريب. برضو من اهداف التدريب مساعده العاملين في تحسين فهمهم للمنظمه. انا لما بعرفهم اهداف المنظمه ورؤيه المنظمه ورساله المنظمه يبقى انا بساعد العاملين على تحسين مفهومهم للمنظمه. كمان من اهميه التدريب مساعدتهم في حل مشكلات العمل. انا لما بدرب في مثلا دوره زي اتخاذ القرار وحل المشكلات، الدوره دي فايدتها ان انا لما بعمله تدريب بساعدهم على حل مشكلات العمل. مثلا كمان يطور التدريب وينمي الدافعيه نحو الاداء. دايما الواحد بعد ما يطلع من برنامج تدريبي بيكون متحفز للتغيير، عنده دافعية نحو الأداء. كمان من أهمية التدريب يساعد في تنمية القدرات الذاتية للإدارة. دي أهمية التدريب. نيجي لنقطة تاني، أهداف التدريب: تنمية المعارف، تنمية المهارات، الترويج، تنمية الاتجاهات الإيجابية. تنمية المعارف، أنا بنمي المعارف لدى الفرد، بنمي المهارات لدى الفرد، بعمل عملية تنمية اتجاهات إيجابية. طبعا الفرد أحيانا بيكون عنده اتجاه سلبية، دور التدريب إنه يغير الاتجاه السلبي لاتجاه إيه؟ إيجابي. كده بتنتهي المحاضرة الأولى في برنامج تدريب المدربين. انتظرونا إن شاء الله في دورة في المحاضرة القادمة بإذن الله. شكرا لحسن استماعكم.